ازيكم؟ اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الاستدامة وازاي مصر دلوقتي بتحاول تطبق المفهوم ده في كل المجالات تقريبا، عربيات واتوبيسات بالكهرباء، قطارات جديدة برضو بتشتغل بالكهرباء علشان ما تلوثش البيئة، بنعمل حدائق وجناين عملاقة في القاهرة وبرا القاهرة علشان نزود المساحات الخضراء في المدينة. وقلت لكم برضو اننا ماشيين تمام قوي، بس هتفضل دايما المشكلة في تصميم المباني، هي دي اللي مش راضية تظبط. المباني عندنا بتستهلك طاقة بشكل كبير جدا، وكمان مش مريحة للناس اللي عايشة فيها. علشان كده تعالوا النهاردة نتعرف يعني ايه مبنى يكون صديق للبيئة. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية معماري، انا احمد علي، وحكايتنا النهاردة هتكون عن تصميم المباني وازاي التصميم ده يكون ملائم للبيئة المناخية اللي موجودة فيه. لو انت اول مرة تشوفنا ياريت تنزل وتعمل سبسكرايب للقناة، ولو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والشير، ويلا بينا بسرعة جدا 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 نبتدي الحكاية. اي مبنى بيتعمل في الدنيا لازم يتصمم في الاساس بحيث يكون جزء لا يتجزأ من الطبيعة اللي حواليه، يعني لازم يتعامل معاها ومع ظروفها. من الاخر ما ينفعش نصمم مبنى علشان يكون سونا في الصيف وما نقدرش نعيش فيه من غير ما نستخدم التكييفات، او مثلا يغرق في المطر في الشتاء، لان لو ده حصل هيبقى المشكله الاساسيه في التصميم من الاول. والعالم كله على فكره فاهم ده كويس، يعني لو رحنا وبصينا على المباني المعماريه في اي حته هنلاقي ان كل منطقه ليها شكل معين للمباني، ما بيصمموش غيرها تقريبا، لدرجه انك لو شفت مبنى لوحده تقدر تتوقع بالظبط المبنى ده موجود فين من شكله الخارجي بس. يعني مثلا في الدول اللي فيها مطر كتير وتلج بينزل طول السنه هنلاقي ان المباني بتاعتهم سقفها مايل علشان التلج يتزحلق من عليها وينزل في الشارع وما يبقاش حمل زياده على البيت او يعمل اي مشكله. وهنلاقي في مناطق تانية بيستخدموا ازاز كتير قوي في الواجهات وبيزودوا الفتحات على قد ما يقدروا لان الجو عندهم بيكون ساقع جدا في معظم الوقت ومحتاجين يدخلوا اكبر كميه من اشعه الشمس جوه المبنى علشان تدفي. على العكس خالص بقى لو رحنا منطقه حر فيها اشعه شمس طول اليوم هنلاقيهم بيقللوا الفتحات قوي علشان يقدروا يتحكموا في اشعه الشمس اللي بتدخل جوه علشان ما ترفعش من درجه الحراره ويضطروا بعد كده يجيبوا اجهزه تكييف علشان ينزلوها تاني. ده كمان هنلاقي هم بيعملوا الحوائط بتاعه المبنى سمكها كبير علشان تعزله كويس وما يتاثرش بدرجه الحراره في الشارع، ده غير انهم بيدهنوها بالوان فاتحه علشان ما تمتصش اشعه الشمس وتعكسها على طول. وطبعا اكبر مثال على الكلام ده كله هو العماره الاسلاميه، لان المعماريين ساعتها كانوا بيعرفوا كويس قوي يتعاملوا مع طبيعه الجو اللي هم فيه. ومن الحاجات اللي مشهوره قوي في المباني الاسلاميه هو الفناء الداخلي اللي كانوا بيعملوه جوه المباني بتاعتهم علشان يقلل من درجه الحراره، وكمان كانوا بيزرعوا فيه اشجار ونباتات ويعملوا في نوافير ميه علشان ترطب الجو اكتر واكتر. وفعلا الدراسات الحديثه اللي اتعملت على المباني دي اثبتت ان درجه الحراره جوه المبنى بتكون اقل 7 درجات كاملين عن درجه الحراره في الشارع، وده رقم مش بسيط لان لو درجه الحراره بره في الشارع 40 بتكون جوه المبنى حوالي 33 درجه بس. واحنا كده لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ما عملناش اي حاجه لسه، تصميم المبنى بس هو اللي عمل كده. معنى الكلام ده اننا لو شفنا مبنى الواجهه بتاعته كلها ازاز من غير ما نعرف مكانه هنتوقع انه موجود في مكان برد وعامل الواجهه الازاز دي علشان تدخل اشعه شمس اكتر عشان تدفي المبنى، ولو شفنا مبنى الفتحات بتاعته صغيره او في فناء داخلي هنتوقع انه موجود في منطقه حر، ده من غير ما حد يقول لنا اي معلومه عن المباني دي، مجرد من شكلها بنعرف هي موجوده فين. وعلى فكره مش بس الظروف المناخيه هي اللي بتتحكم في شكل المبنى، لا ده كمان العادات والتقاليد بتاعه المجتمع بتاثر بشكل كبير جدا في التصميم بتاع المبنى. يعني مثلا عادي جدا انك تلاقي بيوت في اوروبا كلها معموله من الازاز والناس كلها شايفه بعض، مش فارق معاهم خالص موضوع الخصوصيه، حتى في تصميم البيت من جوه بتلاقي الاوض كلها مفتحه على بعض، السرير في الريسبشن والمطبخ في اوضه النوم والدنيا جميله. انما عندنا في مصر مثلا، وخلينا نتكلم عن زمان مش دلوقتي لاننا اتغيرنا خالص يا لينا، هتلاقوا ان الفناء اللي كنت لسه بتكلم عنه من شويه ده مش بيتعمل بس عشان يقلل درجه الحراره، لا ده كمان كانوا بيعملوه علشان تطل عليه اغلب الشبابيك اللي موجوده في البيت بدل ما تطل على الشارع، وده طبعا علشان يحافظوا على الخصوصيه ومحدش من الجيران يكشف اهل البيت. ده كمان كانوا بيعملوا المدخل منكسر بزاويه 90 علشان لو حد ماشي في الحاره او حاجه ما يقدرش يشوف الناس اللي جوه البيت. حتى في توزيع الاوض كمان كانوا بيفصلوا الاماكن اللي بيقعد فيها الرجاله عن الاماكن المخصصه للحريم علشان لو في ضيوف اهل البيت يتحركوا براحتهم جوه البيت من غير اي مشاكل. اهي كل التفاصيل دي
خلت شكل المبنى يختلف من مكان للتاني على حسب الظروف المناخية بقى، العادات والتقاليد بتاعة المجتمع اللي عايش في المكان ده. المهم ان المباني ما ينفعش تكون كلها شبه بعض في اي حتة في العالم. انما دلوقتي تعالوا بقى نبص على المباني عندنا، هتلاقوها عادي جدا شبه المباني اللي موجودة في اوروبا، ما تقدرش تميز الاتنين عن بعض، وعادي انك تلاقي الواجهات بتاعتها كلها معمولة ازاز، ولا كأن المبنى ده موجود في بلد حر والازاز ده هيرفع جدا من درجة الحرارة جواه. حتى البيوت اللي احنا عايشين فيها دلوقتي ما تقدرش تقعد فيها لا صيف ولا شتاء من غير ما تشغل اجهزة التكييف والدفايات، وده كله بسبب اننا ما بنراعيش طبيعة المكان اللي احنا بنصمم فيه، واننا لازم نحترم الظروف المناخية بتاعته ونصمم المبنى على اساسها، وده طبعا علشان نقلل كمية الطاقة اللي بنستخدمها يوميا علشان نشغل الاجهزة دي. والاهم من ده كله اننا نعيش في مكان صحي ونشم فيه هواء طبيعي، بدل ما احنا عمالين ندفع ملايين في بيوت اصلا مش مرتاحين فيها وتقريبا قاعدين فيها بس لمجرد ان مفيش حاجة احسن. بس المهم دلوقتي انك تنزل وتعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير بقى لو الحلقة عجبتك، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة او حكاية جديدة من حكاية معماري.